في قبضة رجال الأمن. قيام عدة أشخاص بالتجول أثناء فترة المنع وتصوير الآليات الأمنية والاستهزاء بدور رجال الأمن. تم القبض. مواطن يقوم بتصوير عدد من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية مدعيا خلوها من السلع الغذائية، وبعد التحقق اتضح خلاف ما زعم. تم القبض. مواطنة تظهر بفيديو وتتحدث عن عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلها. تم القبض. مواطن يظهر في أحد مواقع التواصل وينشر ويروج الشائعات عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا لبث الفزع بمعلومات وادعاءات غير صحيحة. تم القبض. مواطن يقوم بنشر مقاطع فيديو تتضمن إساءات لرجال الأمن. تم القبض.